السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي إن شاء الله هنتعرف على ثاني فصول قصة علي مبارك، وهو بعنوان وزير التربية والتعليم. طبعا عنوان مشوق، وزير التربية والتعليم ده مين ده؟ دي بقى المفاجأة اللي احنا هنعرفها النهاردة إن شاء الله. احنا عرفنا الفصل اللي فات نهاية الفصل كانت ايه؟ ان في مكتوب رسالة، يعني كانت في انتظار علي مبارك، تمام؟ جاية من مين؟ من الخديوي عباس. عباس امر بحضور علي ان هو يحضر اليه في القصر. طبعا يا ترى كان عايزه ايه؟ هو ده اللي احنا هنعرفه مع بعض. طبعا كبداية علي ما شاء الله يعني اكتسب خبرة كبيرة، وسفر اوروبا افادوا كثيرا، ف اتصف بصفات عظيمة جدا جدا تجعله محل ثقة من جميع الحكام. كان معروفا بسعة اطلاعه، يعني قراءاته كثيرة وغزارة علمه، كثرة علمه وثقافته، وقدرته على إدارة ما يكلف به من أعمال حتى وإن كانت في غير تخصصه الهندسي. علي مثقف جدا، عنده علم عظيم، تمام، متفوق وماهر جدا في مهنته كمهندس وكمعلم، لكن في ميزة نادرة. ايه هي الميزة دي؟ ان هو يقدر ينجح في اي عمل يطلب منه او يكلف فيه حتى لو ما كانش في التخصص بتاعه. ازاي؟ هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. يا ترى المدارس بتاعتنا، المدارس المصرية في هذا الوقت كان حالها ايه؟ هل كانت في رقي؟ كانت في تأخر؟ ننظر. لم يكن لهذه المدارس المصرية، لم يكن لها قانون ينظم سير التعليم. للأسف ما كانتش منظمة، كان فيها حالة من الفوضى، خصوصا انها كانت في ايد الأجانب هم غير مصريين، سواء أتراك او غير أتراك، فطبيعي ما يهتموش بالتعليم عندنا، ان احنا ما نهمهمش في شيء، تمام كده، ولا يهمهم تقدم الوطن نفسه. فأراد عباس أن يضع ذلك القانون، قانون منهج تمشي عليه المدارس حتى تحقق النجاح للطلاب ويكونوا هم الوسيلة لرقي البلاد بعد ذلك. خديوي عباس طلب من بعض المتخصصين اللي هم بقى مفروض مسؤولين عن التعليم، تمام، أن يضعوا ذلك القانون. وضعوا، لكن مش هو ده المنهج اللي يساعد على رقي البلاد، فلم يستطيعوا ان يحققوا الرغبة المطلوبة منهم. فعباس فكر، طب خلاص اشوف حد تاني حتى لو ما كانش متخصص في مجال التعليم يمكن هو اللي ينجح. فسأل مين يا جماعة عنده ثقافة، عنده فكر، خصوصا ياريت يكون عنده علم مختلف متأثر بحضارات أوروبية. قالوا إيه؟ علي مبارك ده كان أول المبعوثين، كان أول إيه؟ المبعوثين. عشان كده طلبوا إن هو يحضر إيه؟ إلي. فطلب من علي أن يقوم هو بوضع قانون أو نظام برنامج نرتقي به إيه؟ أو نرتقي عن طريقه بالطلاب وبالتعليم. فوضع المنهج، وضع الخطة، كيفية الارتقاء أو التقدم بالتعليم والمدارس المصرية. ها فنال إعجاب الخديوي عباس، عجبه جدا، فحب أنه يكافئ علي على هذا المجهود العظيم، فكافئه بحاجتين. أولا أنعم عليه برتبة أعلى وهي أمير راي. أمير راي يعني مثلا كأنه عميد في الجيش. مين يقدر ينفذ الخطة اللي وضعها علي بإتقان؟ هو عمل خطة، برنامج، نظام يرتقي به المدارس. مين هيكون أكفأ واحد يطبق النظام ده؟ أكيد هو صاحب الفكرة. عشان كده هيعينه إيه؟ بص، مفاجأة تانية، ودي كانت مفاجأة طبعا لينا جميعا، عينه ناظرا للمعارف. يعني إيه ناظر المعارف؟ هي يا شباب وزير التربية والتعليم. طبعا مفاجأة رائعة جدا وغريبة جدا لجميع الناس. كان علي مبارك أول وزير للتعليم ويكون إيه؟ من أبناء مصر. كان أول وزير مصري للمعارف، وكان التعليم قبل ذلك
ها ده بقولنا من شوية في أيدي مين؟ الأجانب يعبثون، يعني يعبثون يفسدون فيه، ما يهمهمش إن احنا نتعلم، ما يهمهمش إن احنا نتقدم في وطننا، يعبثون فيه كيفما يشاءون. يا ترى يا علي إزاي أنت هتقدر ترتقي بالتعليم؟ هو التعليم بيعتمد على إيه؟ ثلاثة: كتاب، أنا وإنت، طالب وكتاب اللي هو بيدرس ونتعلم منه، والمعلم اللي بيقوم بشرح هذا الكتاب. فعلي هيبدأ تنفيذ خطته من الثلاثة دول. إزاي؟ مظهر اهتمام علي بالتعليم في البداية الكتاب، هو ده الأساس. كان يضع الكتب بنفسه أو يساعد معلمين في تأليفها. الحاجة اللي هو بيفهم فيها زي الهندسة مثلا وحساب، كان هو بيألف الكتاب إيه؟ بنفسه. طب حاجات تانية يشرف على إيه؟ تأليفها، مثلا أي مواد مختلفة، حاجات في العلوم مثلا هو الساينس أو الدراسات الاجتماعية أو غيره، ويشرف عليها ويتابعها بنفسه. هل هي هتبقى في مستوى إن الطالب يفهمه خلاص؟ إن هو عنده دراسة كبيرة قوي قوي أو خبرة كبيرة قوي بالكتب من زمان، لو أنتوا فاكرين إيه في المدارس اللي هو تعلم فيها. أدي واحدة. ها كذلك لم تشغله هذه الأعمال عن إن هو يشرف على مأكل التلاميذ ومشربهم وملبسهم وراحة متعلمهم. أنت لما تفتح القصة بتاعتك هتلاقي فيه صورة قاعد كده هو على مأدبة خلاص، ترابيزة أو مندرة، والتلاميذ إيه قاعدين معاه كأنه أب ليهم، يعلمهم إزاي ياكلوا، إزاي يشربوا، يتابع مذاكرة بتاعتهم. يا من الدرجة دي قد إيه هو كان مهتم جدا إن هو يرتقي بالطلاب. شفتوا قد إيه خبرته وتجاربه السابقة خصوصا لما راح القصر العيني وتعب قد إيه، كل ده هو حب إن هو ينقذ الطلبة منه، إن هما ما يتعبوش أبدا زي ما هو تعب في حياته. طب احنا كده عرفنا الكتب، عرفنا التلاميذ، ها وايه كمان؟ وكان يعلم التلميذ بنفسه كيف يلبس وكيف ياكل وكيف يقرا ويكتب. نيجي نشوف اهتمامه بالمعلمين بقى. ها كان يلاحظ، يعني يراقب المعلم كيف يلقي الدروس، ازاي بيشرحها، وكيف يؤدي بالتلاميذ. النقطتين اللي تعب منهم قوي في حياته. ها زي ما حصل كده معاه هو لما راح القصر العيني، كان المعلمين بيشرحوا بطريقة غير مفهومة. فاكرين كانوا انهم بيقولوا الغاز بتاعت الصحراء والطلبة مش فاهمين حاجة، فكيف ينقل الدرس؟ هل بيشرحوا بطريقة سهلة يفهمها الطلاب، ولا بطريقة صعبة يزيد من صعوبة فهم الدرس؟ النقطة الثانية، كيف يؤدي بالتلاميذ؟ ها فاكرين طبعا المشكلة كان دايما هو بيرفضها، الضرب والإهانة اللي كانت في الكتاب أو عند الشيخ أبو خضر وحتى عند المدارس اللي هو دخل فيها. فدايما أي حاجة ضايقته في حياته حب إن هو يمنع حدوثها مرة تانية مع هؤلاء الطلاب. لينشأ التلميذ صحيحا واعيا قادرا على خدمة وطني، وهو ده اللي واجب علينا خلاص كمؤسسة تعليمية تقوم بتعليم الطلاب. يجب أن نساعد هؤلاء الطلاب أنهم يكبروا لديهم الفكر العظيم، خلاص لديهم الاعتزاز بالكرامة، حتى يستطيعوا أن يخدموا وطنهم. ليس ذلك فقط، من كان بيعمل كمان كان يدخل بنفسه عند كل فرقة ويتفقد أحوالها ويشدد على الضباط والخدمة في القيام بأعمالهم خير قيام. لا بجد علي كل حياته ظهرت في المشهد ده. أي حاجة أحزنته في القصر العيني بالذات هنا هيحلها. بص كده كان يتفقد أحوال الطلبة، هل المعلمين بيسيئوا في معاملتهم، هل الخدمة الأكل، وانتوا فاكرين الأكل كان طعم وحش والفرش كان من الصوف والحصر، كل ده كان بيتابعه بنفسه علشان ان الطلبة يجدوا المستوى الافضل للتعليم وحسن المعاملة، لدرجة ان هو كان بيشرح
الدروس بنفسي. طبعا مجهود كبير قوي 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 قام بيه علي مبارك لإنجاح المنهج أو الخطة أو القانون الذي وضعه ليرتقي بالتعليم في مصر، وحدث له ما أراد. بالفعل المدارس المصرية انتقلت نقلة أعظم بكثير من قبل، تمام، ونجح في أن يجعل لها شأنا عظيما. دلوقتي مع التقييم، كان علي يضع الكتب بنفسه، نعم إجابة صحيحة. طلب عباس الأول من علي مبارك أن يضع قانون ينظم سير التعليم كلفه بعد ما فشل المتخصصين، نعم إجابة صحيحة. وضع المتخصصون قانونا للتعليم نال إعجاب عباس الأول، طبعا هنا إيه خطأ، بدليل إن هو راح لحد غير متخصص اللي هو إيه علي مبارك. السؤال رقم 4، أراد علي مبارك أن ينشأ التلميذ، ينشأ هنا أن يكبر التلميذ صحيحا واعيا فاهما لكل أمر، طبعا إجابة صحيحة. كان علي مبارك معروفا بسعة اطلاعه وغزارة علمه، كثرة ثقافته وقراءاته المختلفة، الإجابة صحيحة. السؤال الثاني أكمل ما يلي. 1، أنعم عباس على علي برتبة، هو بصراحة دي تاني رتبة، عباس لما رجع علي اداله ايه يوز باشي، صح ام صح؟ دلوقتي بقى لما علي نجح في وضع القانون اللي هيرتقي بالتعليم، ها رتبة أعظم اللي هي ايه؟ أحسنتم، الأمير راي. 2، كان علي أول وزير مصري للتربية والتعليم في مصر، طبعا هنسميه بقى ناظر المدارس، ماشي، ناظر المعارف، وزير التربية والتعليم، كلها صح. 3، لم يكن المدارس المصرية، ها ما كانش موجود ليها ايه ينظم سير التعليم قانون. كان التعليم قبل ذلك في أيدي مين؟ اللي كانوا بيعبثوا ويفسدوا فيه، نعم، الأجانب. آخر سؤال، كان علي مبارك متخصصا في الهندسة، وبذلك نكون قد أنهينا الفصل السادس من فصول قصة علي مبارك. أرجو من الله أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.